أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائما لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، إن نعلم نحن على وشك أن ندخل إلى شهر 10، وكما تعلمون هذا الشهر يعني شهر أعياد لبني إسرائيل، يعني طول الشهر تقريبا عندهم أعياد، شهر أعياد لبني إسرائيل. ونعلم كما تعلمنا من السنين الماضية أن هذا الشهر يتم استغلاله في تغيير الوضع القائم الموجود داخل المسجد الأقصى المبارك. كل عيد يتم استغلاله لتغيير الوضع، سواء في التقسيم الزماني أو التقسيم المكاني أو فرض السيطرة والهيمنة بطريقة ما أو بأخرى. نذكر إخواني أن المسجد الأقصى هو ساحة كل الساحات، وهو هدف كل الأهداف، هدف كل الأهداف. يعني كل شغلة بتصير في الدنيا إجمالا لما نأخذها في الهرم الشيطاني من إبليس إلى الشياطين الكبار، كبار الشياطين اللي بتعبدها الناس، عبدة الشياطين، وإلى عبدة الشياطين لهذول الشياطين، وإلى أتباعهم من محبي الدنيا أو المريدين لأي طريقة أو لأي سبب من الأسباب، سواء من زعماء الدول وحكامها أو من غيرهم. في هذا الهرم كله كل واحد فيه له غاية، ولكن هاي الغاية تصب في مصلحة إيش؟ في النهاية تصب في مصلحة التحصل أو الوصول إلى المسجد الأقصى. ونذكر إخوان من قيام أمريكا، وهي أساس الشر، أساس الشر من قبلها ولا زال معها بريطانيا، يعني هدول أساس الشر، بريطانيا تتبعها أمريكا ودولة بني إسرائيل في محصلة، في المحصلة يعني هذه سلسلة جاءت وراء بعضها. ولكن لما نأتي لأمريكا في تأسيسها القائم على المصالح، يعني على المال، يعني هي الفكرة تبعتها إنه إيش بقدر أسوي؟ بدي أجيب مصاري، هاي الفكرة. يعني المصالح عندها رقم واحد في كل شيء، ما في عقائد، ما في مبادئ، شو فيه؟ مصالح. يعني العقائد والمبادئ تتغير بحسب المصالح. فين في لي مصلحة شو بسوي؟ بغير مبدئي، بغير جلدي، وبتلون بحسب هذه المصلحة الموجودة عندي. لما نأتي للمال اللي هو المصلحة، الورق تبعهم، العملة تبعتهم اللي هي الدولار، تكلمنا في درس سابق
انه الدولار هي اكبر او الاوراق الماليه بشكل عام اكبر خديعه على الشيطان، يعني اكبر انتصار للشيطان انه قدر انه يحول الناس بدل ما تتعامل بالذهب والفضه والامور العينيه، انها تتعامل بالدولار بورقه. يعني انت بتاخذ ورقه، شو بتعطي بدالها؟ بتعطي بدالها جهد. اللي ماسك هذه الورقه شو بيقدر؟ بيقدر باي لحظه يقول لك والله هاي الورقه سقطت عملتها. يعني لما تكون على سبيل المثال ال100 دولار بتجيب لك على سبيل المثال نقول 10 جرامات ذهب مثلا، 10 جرامات ذهب. لما يرتفع سعر الذهب شو معناه ارتفع سعر الذهب؟ يعني انخفض سعر الدولار، يعني قيمه ال100 دولار اللي كانت تجيب لك 10 جرامات ذهب شو صارت تجيب لك؟ 5 مثلا. طيب الخمسه التانيين فين راحوا؟ الخمسه التانيين انما سرقت منك، سرقوها منك. وعلى مدى تاريخ هذه الدولة أو الدول التي بدأت تتعامل بالأوراق، تصور أو قوم بحساب كم مرة سرقوا الناس، كم مرة سرقوا الناس وكم سرقوا من جهدهم. يعني عملية الاستعمار، عملية الاستعمار اللي كان هدفها إنه هو يأخذ بني آدم وخليه يشتغل بالصخرة ويعطيه أكل وشرب، هذه عملية الفكرة شو كانت؟ كانت منتقدة. فهم دوروا على حل، الشيطان ساعدهم بإيش؟ بإصدار الأوراق المالية. هاي الأوراق اللي هي بتقدر إنها تأخذ البني آدم وتخليه يشتغل زي العبد. شو تسوي أنت بدك؟ تعطيه اللي هو بفكر إنه هو بيستحقه، ولكن تأخذ من هذا الورق أو من المادة اللي موجودة عنده قد ما بدك، فأنت بتسرقه زي ما بدك. فنقول هاي الأوراق اللي هي رأس مال الدول الرأسمالية، لما نطلع على ورقة الدولار، ورقة الدولار إخواني في عليها رسمة شبيهة تماما، ونتكلمنا في درس منفصل، شبيهة تماما للرسمة اللي موجودة على سجاد المسجد الأقصى. سجاد المسجد الأقصى هاي الرسمة راح تلاحظوا إنه في عندك النجمتين، النجمة الصاعدة والنجمة الهابطة، وراح تلاحظ هاي الكرة اللي موجودة فوق القرنين، الكرة اللي موجودة فوق القرنين. يعني امسك ورقة دولار راح تشوف هاي الرسمة، وقارنها مع الرسمة الموجودة على السجادة راح تلاقيها تقريبا شبه مطابقة. يعني بمجرد أن قامت الدولة الأمريكية وبدأ اقتصادها الرأسمالي وبدأت تعمل حتى أنها تحصل على المبادئ، شو كان في فكرها؟ أنها توصل بطريقة ما للمسجد الأقصى. وصولها للمسجد الأقصى شو ماله؟ حلم موجود عندهم في عقيدتهم. عشان هيك لما نتكلم ونقول انه هذا الحلم لبني اسرائيل، بقول لك لا، مش بني اسرائيل، هو حلم لمين؟ حلم لكل حزب الشيطان. كل حزب الشيطان بيدفع باتجاه هذا الحلم. شو بنستفيد من هاي الشغله؟ لما تيجي تقول لي والله انه بني اسرائيل بدها تسوي هذا الشغله وامريكا معارضه، شو بقول لك؟ بقول لك هذا الحكي مش مزبوط، هذا الحكي مش مزبوط. اللي بدها اياه امريكا واللي بدها اياه دولة بني اسرائيل هو نفس الشيء، ولكن التصريحات اللي بتصدر شمالها قد تختلف. زي على سبيل المثال، اذا فيكم واحد دخل غرفة المخابرات، غرفة التحقيق، يا ما دخلنا غرفة التحقيق، بكل غرفة التحقيق شو بكون في عندك؟ بكون في عندك اثنين، واحد حمل لك هالكرباج او العصاي او السنسال، والثاني قاعد هادي. هذاك بيقعد بده يخبط ويرقع ويقيم ويحط ويهدد ويقول لك اذا ما سويتش اذا ما حكيتش في هاي العصاي. الثاني شو بقول له؟ لا لا، تضربوش تعذبوش، هلا بحكي لي انا اللي بدي اياه، بيعمل حاله ايش؟ منيح. ففي عندك وجهين، وجه ماله، وجه بكشر، وجه ثاني ايش؟ وجه ببتسم. هدول الوجهين اخواني في مرحله ثانيه شو بتلاقي؟ بتلاقيهم في العكس. اللي كان منيح صار هو اللي يضرب، واللي كان يضرب صار شو هو؟ هو اللي منيح. هي عبارة عن تغيير وجوه، تغيير وجوه بحسب المصلحة اللي بتقتضي. فنقول الأقصى هو ساحة كل الساحة، والأقصى هو هدف كل الأهداف. يعني كل هدف للشيطان أو أي واحد في سلسلة حزبه شو ماله؟ أنه في النهاية يستولي على المسجد الأقصى. وهذا من فين جاء إخوان؟ أول شيء دعونا نعود إلى بداية سورة البقرة. بدايات سورة البقرة شو فيها؟ فيها أجوبة لكل الألغاز، فيها أجوبة لكل الألغاز اللي أنت بتشوفها في الدنيا.
تذكروا لما احنا بدينا نتكلم في سورة البقرة قلنا انه اول خمس ايات تتكلم عن المهتدين المؤمنين اللي بيؤمنوا بالغيب وصفاتهم مفلحون. هدول اول خمس ايات. الايه الخمسة شو بنبدأ؟ الله سبحانه وتعالى يبدأ يكلمنا عن مين؟ عن ان الذين كفروا، عن الكفار. وهدول الكفار بيعطينا صفاتهم، ثم يتكلم بلسانهم، يعني لما احنا نحدثهم في هذه الدنيا ونعطيهم خيارات ونسألهم بيجاوبوا. يعني بيبدأ الكلام لما وإذا قيل لهم بيبدأ الكلام معهم بإيش؟ وإذا قيل لهم. وقلنا إنه أول خطاب وإذا قيل لهم عن إيش؟ وإذا قيل لهم إيش أول أحدين؟ لا تفسدوا في الأرض. يعني أول خطاب مهم للمسلم إنه يخاطب فيه الكافر هو أمر إيش؟ الإفساد في الأرض. ونعلم إنه بني إسرائيل هي التي ارتبطت في القرآن بعملية الإفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. فأول خطاب مهم للمسلم يخاطب فيه الكافر هو أمر الفساد في الأرض. لا، هذا الأمر شو بيجي؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه الآية رقم 11. ولكن قبل الإفساد في الأرض كان في شرح الله سبحانه وتعالى ما بين الآية رقم 6 وبين الآية رقم 11، في شرح الآيات 7 و8 و9 و10 في شرح عن هؤلاء الكفار. نشوف هاي الشرح. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يعني نتكلم عن أهل العذاب العظيم اللي هو فين؟ في نار جهنم، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم. هؤلاء الكفار أصحاب جهنم. هذه أول فكرة. أول إيش؟ فكرة الله سبحانه وتعالى يعطينا إياها. الفكرة الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الفكرة الثانية شو بيقول لك سبحانه وتعالى؟ هؤلاء كذبه بكذبوا يدعوا الإيمان. وإذا قيل لهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا باليوم الآخر. هذه الفكرة الثانية، بكذبوا وما هم بمؤمنين. هلا هذه الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يخادعون الله والذين آمنوا. الفكرة الثالثة تأتي فكرة الخداع. هذول الثلاث أفكار فين أجوا؟ أجوا قبل الإفساد في الأرض. فهو حتى أنه هو يفسد في الأرض بدك تحسب حسابه أنه هذا الذي يفسد في الأرض من أهل جهنم، هذا الذي يفسد في الأرض لا يؤمن بالله، هذا الذي يفسد في الأرض لا يؤمن باليوم الآخر، هذا الذي يفسد في الأرض يخادع الله. ولكن خداع لله شو بيجي؟ والذين آمنوا، عبر خداع البشر. ولا يستطيع أن يخدع الله مباشرة، ولكن يخدع الله بخداعه للمسلمين. ففي عندك هون أهم فكرة موجودة، إنه وصول الكافر من أهل نار جهنم للإفساد في الأرض يمر عبر إيش؟ خداعه للمسلم. فلو أن المسلم لم تنطلي عليه الخدعة ما وصل للإفساد في الأرض. ولكن وصوله للإفساد في الأرض يتم عبر إيش؟ من خلال إيش؟ من خلال إنه هذا المسلم مكنوا من الخداع. فهذه النقطة لازم نفهمها أخوة. هلا الله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هي نوع تاني من العذاب. نشوف لهم غير عذاب جهنم، في لهم كمان عذاب دنيوي لأنهم خاضعوا الله عبر مين؟ عبر عباد الله. فمخادعتهم لعباد الله شو في لها؟ في لها عذاب مخصوص، في لها عذاب مخصوص. معناه يا إخواني ما يجب أن نعلمه أن هؤلاء سيخدعوا عباد الله حتى أنهم يقوموا بالاحتيال على أوامر الله. يخادعون الله، كيف بده يخدع الله؟ يعني أوامر الله. فهو يلف ويخدع ويقوم بتجاوز أوامر الله عبر إيش؟ عبر خداع الله. مثلا أعطيكم مثال، احنا بنحكي عن الإفساد في الأرض. نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا
وجعل دخولنا ووجودنا في هذه الأرض المباركة اصطفاء، يعني هذا اصطفاء. يا شام أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من خلقي، هذا اشتباء وهذه نعمة. فمن سكنك فبرحمة مني، ومن خرج منك فبسخط مني. يعني من أكبر الرحمات إنه الله سبحانه وتعالى اختارك إنك تكون موجود في هذا المكان، أكبر الرحمات على الإطلاق. هذه من أكبر الرحمات على الإطلاق، إنك تكون قادر إنك توصل لهذا المكان. هلأ هذا أمر الله عز وجل، نعلم إنه هذه نعمة، ما لها نعمة. هذه النعمة الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على مخلوق أو جماعة بشرية بنعمة، هذه النعمة لا تتغير، لا بتتغير. الله سبحانه وتعالى ما بيهم منك هذه النعمة، على العكس، طالما أنت تشكرها ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن متى تسحب منك هذه النعمة؟ بالضبط، إن أنت كفرت النعمة، يعني تصرفت بغير مقتضى هذه النعمة. يعني أنت موجود في هذا المكان، في عندك أمور مطلوبات منك أنك أنت تسويها، طالما أنك بتسويها الله سبحانه وتعالى يحافظ لك على هذه النعمة. ولكن إن أنت تركت هذه المطلوبات يعني كفرتها، بيسوي سبحانه وتعالى بيسحب منك هذه النعمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيأتي الكافر من فهمه لأوامر الله، تدلوا بالكم، من فهمه لأوامر الله وطريقة عمل الله، ويقوم بحرف المسلم عن شكر النعمة. فلما يحرف المسلم عن شكر النعمة شو بتسبب؟ بتسبب إنه الله سبحانه وتعالى يسحب منه هذه النعمة، فيأتي هذا الكافر شو يسوي؟ يحل محله في هذه النعمة. هذا شو اسمه؟ اسمه خداع، اسمه خداع. هذه الطريقة التي يقوم فيها الكافر بالالتفاف على أوامر الله سبحانه وتعالى في أمره. يعني نعلم أن الأرض المقدسة في آخر الزمان، يعني من مجيء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شو أصبحت؟ أصبحت حق خالص للمسلمين. مجرد أن قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، شو صارت؟ صار المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلم، جزء من عقيدته. فالمسلم الأقصى بالنسبة له عقيدة، هذا العقيدة فيه له متطلبات. يعني كل جزء من عقيدة فيه له متطلبات. مثلا إنك تكون مسلم، في عندك أركان إسلام، في عندك أركان إسلام إيمان، في عندك متطلبات لازم تكون فيها. هلا إنه الله سبحانه وتعالى جعل الأقصى جزء من عقيدتك، ما لازم تسوي؟ لازم تقوم بهذه المتطلبات. إن علم إخواني إنه أهم متطلب من متطلبات وجودك في المسجد الأقصى شو هو؟ الرباط، إنك أنت تأتي لهذا المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسألوه إلى أين تأمرنا يا رسول الله إن ابتلينا من بعد، شو قال؟ كانوا لهم عليكم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فلعله طلعوا شوف، ولعله أن تنشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد أو يروح. يعني هذه راح تكون إيش؟ لعل للتمني. إذا هذه راح تكون من أكبر النعم، إنه يكون في عندك فرصة لأبنائك، أحفادك، ذراريك، إنها تيجي لهذا المسجد وتروح، تيجي وتروح. هذا اسمه إيش؟ هذا اسمه إنك أنت تعمر المسجد وترابط فيه. الرباط إنك أنت تربط صلاتين داخله، تيجي للمسجد وتصلي، مش بس تصلي وتروح، لا، تصلي وتجلس فيه، تحضر لك حلقة علم، تذكر الله عز وجل، لتيجي للصلاة الثانية شو تسوي؟ تصليها. شو صار اسمه؟ صار اسمه رباط. فهذه من أعظم النعم ومن أعظم المتطلبات لهذه النعم، إنك أنت ترابط في هذا المكان. فإحنا المسلمين بدنا المسجد عشان شو نسوي؟ عشان نطيع الله عز وجل، عشان نكمل عقيدتنا ونحافظ على هذه العقيدة. طيب نيجي للطرف الثاني، الطرف الثاني ليش بده المسجد؟ دير بالك، إذا قال لك أنا بدي إياه لله عز وجل وعشان أعبد الله، اتذكر إن الله سبحانه وتعالى قبل ما قال يفسدون في الأرض شو قال؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم.
عشان هيك ما تصدقه لما يقول لك انا بدي اياه عشان اتقرب لله عز وجل. اسعى تصدقه. هذا شو اسمه؟ خدع. هذا اسمه خدع. عماله بخادعك، عماله بخدعك، بكذب عليك، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا مش مظبوط. طب ناتي، طب اذا ما بدوش اياه عشان تقرب لله، معناه شو؟ ليش بده اياه؟ ليش بده المسجد الاقصى؟ هذا الاشي بيرجعنا كمان مره من اول وجيد لفين؟ لبشاره اشعياه، بشاره اشعيا او شعيا، لما طردت بني اسرائيل من هذه الارض المقدسه. ونقول لما طردت من الارض المقدسه وسوبيت الى بابل، نشوف حالها قبل الطرد. حالها قبل الطرد من الله سبحانه وتعالى جعل لها الارض المقدسه ارض عسل ولبن، وجعلهم فيها ملوك، جعلهم فيها ملوك، واتاهم ما لم يؤتي احدا من العالمين. هذا كان حالهم قبل ايش؟ قبل الطرد. طب لما صاروا في بابل شو بداوا؟ بداوا يبكوا على النعمه، مش لانهم خالفوا امر الله عز وجل، لا، بدوا يبكوا على النعمه. ليش؟ اللي هم خسروها، ندموا على النعمه اللي هم خسروها. الله سبحانه وتعالى احنا شو بيقول لنا؟ اذكروني اذكركم. لبني اسرائيل في اول خطاب، اول خطاب بقولهم بني اسرائيل شو لهم سبحانه وتعالى؟ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. الله سبحانه وتعالى بذكرهم بالنعمه. فحالهم قبل السبي شو كان؟ نعم عظيمه. فسبيوا، لما انسبوا وصاروا في بابل شو صاروا؟ تفرض النعمه خسروها. فهم شو بدهم يرجعوا؟ مش بدهم يرجعوا لله، شو بدهم يرجعوا؟ لنعم الله عز وجل، للنعم اللي الله سبحانه وتعالى منعم عليهم. ذكروا يخادعون الله. فهلا رجعت نفس الفكره، بدا الخداع. فمعنى عمر الخداع من امتى؟ مش من ال 48 الخداع، لا اخوان، ولا من مجيء سيدنا عيسى، لا، ولا من قبل، من زمان، من بالضبط بدوا مسلسل الخداع من اسرهم في بابل. يعني بعد ما كفروا سيدنا سليمان وقالوا عنه كافر وقالوا عنه ساحر وسوبيوا وخسروا النعمه، بداوا بالخداع. ايش اول خداع كان؟ اول خداع ان شلحوا لباس الملوك. كان لابسين ملابس، يعني كل الاسرى كبيرهم وصغيرهم، رجالهم ونسائهم، الختياريه شو كانوا؟ كان لابسين لباس ملوك، لباس ملوك، زي كانوا كل واحد ملك. لما تطلع عليه بتقول هذا ملك. شلحوا لباس الملوك ولبسوا المماسح. شو هي المماسح؟ ننظف فيها الارض، نمسح فيها الارض. في لها دناديش، بتعرف وين الدناديش؟ لغايه الان المتدينين شو في لهم؟ بسووا سوالف زي الدناديش وبيلبسوا اواعي. شو في لها؟ دناديش بتذكروا، بتذكروا ايام السبي البابل. وبداوا يبكوا لله عز وجل. هذا البكاء شو ماله؟ خداع. هذا البكاء شو ماله؟ خداع. الله سبحانه وتعالى مع انك بتبكي له وانت تكذب وانت تخدع، ولكن سبحانه وتعالى يستمع، ولكن سبحانه وتعالى يستجيب. زي الولد الصغير المدلل بيبكي لامه عشان تعطيه الشغله، وهي بتعرف انه هاي الشغله ما بدوش اياها، وهو عماله بيضحك عليها، فشو بتسوي؟ بتعطيه اياها من رحمتها. هي اذا كانت الام فيها رحمه انه هي ترد على مدللها وهو عماله بيضحك عليها وهي عارفه انه بيضحك عليها، فما بالكم بالله عز وجل ارحم الراحمين. لما بدات بني اسرائيل تبكي لله وتقول لله عز وجل يا الله غلطنا، يا الله تبنا، يا الله رجعنا، يا الله مش راح نرجع نعصيك، يا الله راح نتمنى في الارض المقدسه زي ما بدك باوامرك، سوى سبحانه وتعالى ارسل لهم نبيين، واحد اسمه اشعياه واحد اسمه دانيال. اجوا لهم في السبي البابلي، وش قالوا لهم؟ قالوا لهم ان الله سبحانه وتعالى قد سمع بكاءكم، وانه يعلم ان هذا البكاء كذب، كذب، ولكنه سبحانه وتعالى سيعيدكم من الارض المقدسه وستحكم العالم. طلعوا ديروا بالكم، وستحكم العالم من مسجدها كما حكمتموه مع سليمان. يعني شو كان من ضمن نعمهم الموجوده عندهم؟ انه مش بس انه كل شيء بين ايديهم، لا، كانت السيطره تبعتهم فين؟ على الدنيا كلها. وستحكم العالم من مسجدها كما حكمتموه مع سليمان، ولكن يشترط عليكم بعد العوده أن تكونوا صالحين، وسيرسل لكم نبي جديد اسمه عيسى،
تحكم العالم معه. هذا شو كان مختص هذا المعنى شو هو؟ بشارة الشيء إياهم. هلا بني إسرائيل استبشرت إن الله سبحانه وتعالى رد عليه خلاص، وبتعرف إن الله سبحانه وتعالى صادق، تعرف مع أنها ما بتطيعوش بتأمنش فيه، ولكن تعلم إنه أمر لا ماله صدق وأنه متحقق لا محال لا محال. وانتظرت بني إسرائيل حتى حررها الله سبحانه وتعالى بامرأة واحدة اسمها إستر، أعادتهم لفين؟ للأرض المقدسة. عادوا للأرض المقدسة وأخذوا كل مقدرات المسجد اللي كانت مع سيدنا سليمان من ذهب وفضة وخشب وغيره معهم، وبنوا هيكل بخلاف مسجد سليمان، هيكل يعبدوا فيه غير الله، وبدأوا ينتظروا عيسى. ليه؟ حتى يحكموا العالم من مسجدها مع مين؟ مع عيسى، زي ما حكموا مع سليمان. ولكن هل هذا كان فعلا جزء من عقيدتهم؟ طبعا لا. ليه؟ هذا جزء من الخطة الخداعية اللي خدعوا فيها الله عز وجل. كيف بنعرف انها خطة خداعية؟ انه مجيء سيدنا عيسى تزامن مع ملك من ملوك بني اسرائيل كان يحكم الارض، او كان يحكم اليهود في الارض المقدسة تحت حكم بيزنطة. من اللي كان حاكم البلاد؟ بيزنطة، دولة الرومانية في ذلك الوقت. كان ملك يحكمهم لليهود حكم ذاتي اسمه هرودوس الثاني. جاءت أخبار اليهود لهرودوس الثاني، شو قالوا له؟ نجمة الميلاد اللي بشرنا فيها إشعياه ظهرت، يعني هذه السنة سنة مولد عيسى، وسيأتي وسنحكم العالم معه. فما كان عمل هرودوس؟ شو اللي سواه هرودوس؟ أمر بقتل كل أطفال أو مواليد اليهود في ذلك العام. يعني أعطى أوامر لجيشه أنه أدخلوا على كل بيوت اليهود واقتلوا أطفالها. معناه بدهمش عيسى، بدهم إشي تاني. معناه الشغلة مش عقيدة، الشغلة خداع، يخادعون الله. يعني قبلوا يرجعوا وكذبوا على الله حتى أنهم يخدعوا الله عز وجل. لابدهم كملوا الخديعة. كيف بدهم يكلموها؟ يكملوها أنه قالوا أنه عيسى كذاب. هذا مش عيسى اللي احنا مستناه، احنا ما خالفنا أمر الله. هذا شو هو؟ هذا كذاب، هذا دجال، وعيسى لسه ما جاش، وإحنا لسه بنستنى عيسى. وعلى الحقيقة عيسى اللي أجاهم هو الحقيقي، واللي بيسموهم مين هو؟ هو الدجال، عيسى الدجال، أو عيسى أو المسيح الدجال أو المسيح الكاذب. وهم كذبوا، كملوا الكذبة. لما تكمل الكذبة الله سبحانه وتعالى شو بيعطي؟ بيدلك طيب عشان يكشفك على حقيقتك. فسيعطيهم سبحانه وتعالى أمد حتى يأتي مين؟ هذا الذي يدعوه، يعني لأيمتى؟ لحد ما يجي المسيح الكذاب تبعهم حتى يثبت لهم أنه هذا ليس هو الذي تريدوه. وبنفس الوقت عندما يأتي هذا المسيح الكذاب الدجال، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ كما نعلم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيرسل وينزل سيدنا عيسى خصيصا من السماوات حتى يستمع الكذاب مع مين؟ مع الصادق. والغلبة ستكون للصادق بأمر الله عز وجل. يعني سيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا المسيح الدجال، ثم سيعرض الأمر على هؤلاء، ويكون الإمداد قد انتهى لهؤلاء في خدعتهم. الإمداد ماله انتهى في خدعتهم، إنه هاي أمركم وخدعتكم من كشفات، فهل ستعودوا إلى الله؟ لذلك سيضع سيدنا عيسى الجزية. شو يعني؟ لن يقبل منهم أن يقول له خليني على ديني وانت على دينك، لن يقبل منه. فيش، انت صرت شايف كل الحقيقة، فإما أن تؤمن أو تقتل، واحدة من هدول التنتين. هذا عمل سيدنا عيسى. فهلا معناه من لحظة وجودهم في الأسر بدأ الخداع. بدأ إيش الخداع؟ يخادعون الله والذين آمنوا، بدأ الخداع. وهذا المسلسل استمر حتى مجيء سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. هلأ سيدنا عيسى كفروا برسالته وقالوا عنه كاذب، وسلطوا عليه الدولة البيزنطية حتى قالوا قتلناه وصلبناه. ثم استمر مسلسل الخداع في إيش؟ في أنهم حاربوا الديانة أو ديانة الإسلام اللي جاء فيها سيدنا عيسى، بأن أدخلوا على هذه الديانة التثليث فأفسدوها. هلأ قلنا أنه
الله سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا عيسى وأرسله في الأرض المقدسة شو معناها؟ صارت ديانة الإسلام سيدنا عيسى هي الحاكمة. هلأ طالما إنهم بيقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله في ذلك الوقت، راح الله سبحانه وتعالى يقيم في الأرض. ولكن قامت اليهودية بإفساد النصرانية اللي جافها سيدنا عيسى. وكما نعلم إخواني إنه كان في شخصية يهودية من بني إسرائيل اسمها شاؤل الطرسوسي. شاؤل الطرسوسي كان من أعدى أعداء اليهود بعد موت سيدنا أو بعد رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماوات، كان من أعدى أعدائهم. وكان فين في نصراني يروح يقتله؟ في له جماعة وفي له عصابة يدوروا فين في نصارى يقتلهم. فشافوا إنه كل ما قتلوا مجموعة شو بتسوي؟ النصرانية بتزيد وأعداد النصارى بتزيد وأتباع سيدنا عيسى بيزيدوا. فبدأوا يبحثوا عن حيلة، إحنا مش قادرين نخلص منهم في الأرض المقدسة، بدنا الأرض المقدسة عشان نحكم العالم من خلالها بحسب بشارة إيش؟ إشعياهو. بدنا إحنا نحل محلهم ونكمل الخديعة تبعتنا. فبدأوا يبحثوا عن حيلة حتى يحتلوا فيها على النصرانية. فجاءت سأل ترسوس وقال أنا بحط خطة، بدخل في النصرانية وبدعي إني أنا نصراني. فجاء شاؤل طرسوسي لا مجموعة من النصارى على إنه عليكم السلام، على إنه رأى رؤيا شاف فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. شو بقول له؟ بقرعه لشاؤل بقول له عيب عليك يا شاؤل إنك تقتل عباد الله، هدول عباد الله المخلصين لازم أنت تدير بالك عليهم ولازم تكون معهم ولازم تنصرهم. فجاء شاؤل طرسوسي روى رؤيته لمين؟ للنصارى، وقال لهم أنا بدي أدخل في النصرانية. وهم انبسطوا فيه انبساط كبير لأنه هذا من أعدى أعدائهم إنه يصير معهم زي ما تقول أبو جهل دخل في الإسلام، كأنه هيك الموضوع. فلما دخل في النصرانية قليلا قليلا شو قال لهم؟ قال لهم أنا بدي أغير اسمي، بدي تصيروا تنادوني بولس الرسول. بولس إيش؟ الرسول. قالوا لك بس كيف بدنا ناديك بولس الرسول؟ بدك تغير لبولس فيش مشكلة، بس ليش ناديك رسول؟ الرسول لازم يكون مبعوث من الله عز وجل. وانت بتقول في الرؤية تبعتك شفت عيسى مش شفت الله، يعني انت مش مبعوث من الله، انت مبعوث من عيسى، ما بصيرش تكون رسول. قالهم لا، ما هو عيسى هو الله والله هو عيسى، وعيسى والله والروح ثلاثة بواحد. خربطهم. لما النصارى في ذلك الوقت شو بدأوا؟ بدأت الحيلة شوي شوي تمشي عليهم. في منهم قال والله معقول بيصير بدنا ندي بولس الرسول، في منهم لا بيصيرش احنا موحدين لا إله إلا الله. ففي اللي كان يعني يطلق عليهم الأريسيين اللي هم الموحدين من النصارى، وفي اللي بدأوا يثلثوا. واستمر هذا الجدال لفترة طويلة تقريبا 500 سنة حتى جاء قسطنطين هو أحد حكام دولة بيزنطة حتى أنه هو يحكم أو أنه يفصل في النزاع، اللي هو ابن هيلانا اللي قامت ببناء الكنيسة، كنيسة الموجودة عندنا هون في القدس. هلأ أجا هذا قسطنطين قال أنا بدي أحصر الخلاف، يجمعوا لي كل قساوسة النصارى. جمعوهم تقريبا كانوا 600-700 واحد، دخلهم بغرفة في نوقية، دخلهم في غرفة وحشرهم وقال لهم ما راح تطلعوا من هاي الغرفة لما إيش؟ لحد ما تقرروا النصرانية ديانة توحيد ولا ديانة تثليث. سكر عليهم الباب، قال لهم لما تخلصوا وتطلعوا بقرار ولعوا نار من المدخل، ما شوف الدخان بفتح لكم الباب، غير هيك في الشباب ما بده يفتح الباب. لحد ما وصلوا للقرار فتح لهم الباب قال لهم تعالوا شو قررتوا؟ قالوا له قررنا انه النصرانية ديانة التوحيد وان الله واحد احد ما في له ثاني، هذا اللي قررناه. قال اللي قرروا بالتوحيد يجوا على هون واللي قرروا بالتثليث يجوا على هون. انقسموا يمكن 150-200 واحد بدهم يثلثوا و500-600 والشوي بدهم يوحدوا، يعني الاغلبية توحيد. فشو امر؟ امر بقتل كل الموحدين، قتل كل الموحدين. شو أبقى؟ أبقى فقط على المثلثين اللي بيثلثوا في الديانة. هلا بمجرد ما أبقى المثلثين
وحرق كل الأناجيل اللي فيها توحيد ولم يبقي إلا الأناجيل اللي فيها تثليث. شو صارت الديانة؟ صارت الديانة فاسدة. الديانة ككلمة ديانة عندهم فاسدة. فالله سبحانه وتعالى شو أرسل؟ أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يعيد التوحيد من جديد إلى الأرض المقدسة. فببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أثناء حياته لسيدنا محمد وفي عام الحزن، الله سبحانه وتعالى أسرى فيه من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى، منها تسلية لنفسه، منها عشان يذكرنا أن وجودك في هذا المكان حتى لو كنت بكرب عظيم أنت في إيش؟ أنت في رحمة من الله عز وجل، وسيزول عنك هذا الكرب في هذا المكان الطاهر المبارك. ومنها عشان يثبت أنه هذا المسجد الأقصى ماله حق خالص لمين؟ للمسلمين، لا ينازعهم فيهم أحد. ولبني إسرائيل، بني إسرائيل في أصفارها كتبت وقالت إنه لما طردت من الأرض المقدسة، لما طردت من الأرض المقدسة في الطرد الثاني بعد طرد بابل، لما قامت عليها الدولة البيزنطية من جديد وقام تيتوس وهدريان بهدم المعبد تبعهم وقتل كمية كبيرة وطرد الباقي، كتبوا إنه في التوراة مكتوب علينا من زمان إنه هذه الأرض ستحرم علينا مرتين. الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، مكتوب عندهم في التوراة إنهم راح يفسدوا، زي ما مكتوب عندنا في القرآن كمان عندهم في التوراة مكتوب إنهم راح يفسدوا. وحاليا إخواني للي بتابع أخبارهم لليهود، كمية كبيرة من المتدينين الحاخامات تبعونهم بقول لك إنه إحنا ممنوع ندخل الأقصى، ممنوع ندخل الأقصى، الأقصى هذا مكان مقدس للموحدين، ممنوع إنه إحنا نكون موجودين فيه. وفي فيديوهات كتيرة موجودة على الإنترنت، مش لحاخام واحد اثنين ثلاثة من كبرائهم، لا أكتر، بقولوا ممنوع نيجي. وبقولوا إنه هدول المتدينين اللي بيجوا بيدخلوا المسجد الأقصى هدول يدعوا التدين، وهدول منشقين وفاسقين عن الديانة، وهدول شو هدفهم؟ هذا ليس كلامي، هذا كلامهم. وهدول هدفهم انهم يخربوا على اليهود اللي حقيقيين حياتهم ودينهم، وان هذا راح يتسبب لهم بزوال وانهاء لا وجودهم كلهم. فهم يعترضوا على هؤلاء، من هؤلاء إخوان من هم موجودين في الأرض المقدسة ومن هم موجودين خارج الأرض المقدسة. إن في جماعة اسمها يهودي الناتوري كارتا في أمريكا وغيرها، يعني تتكلم بهذا الكلام، بتقول لك ممنوع إنه إحنا نكون موجودين إلا بموافقة الشعب الفلسطيني، إنه هو اللي يكون حاكمنا ونكون إحنا موجودين تحت حكمه ويسمح لنا ويعطينا الضوء الأخضر إنه إحنا نكون موجودين فقط لا غير، ممنوع نكون غير هيك. كبراهم بيحكوا بهذه الحقائق. وعلى باب الاقتحامات، بسميه باب الاقتحامات، باب المغاربة، لافتة كبيرة مكتوبة باللغات الثلاثة، مما معناه انه الصعود الى منطقة هم بسموه جبل الايكل كذبا ولكن هو المسجد الاقصى، بيقولوا انه الصعود الى منطقة جبل الايكل ممنوع بامر التوراة، ممنوع بامر التوراة. ومع هالشي شو بيسووه؟ يقوموا باقتحام هذا المكان. اخوانا نقول نحن على عتبة أعياد ستتم فيها تكريس هذه الفكرة، هذه الفكرة لمين؟ لهذه المجموعة المخادعة اللي هم بيتكلموا عنهم، لأن هم بيتكلموا عن بعضهم، بيقولوا هدول مخادعين وهدول بدهم يضروا في الديانة اليهودية، هم بيقولوا عن بعضهم هذا الحكي، وبيقولوا إنه هذه المجموعة احذروا منها. هذه المجموعة يعني هدفها إنه هي تقوم بعمل سيطرة زمنية ومكانية في المكان وهيمنة، وتبين أن السلطة في الإشراف والإدارة لمين؟ إلهم على هذا المكان، وبدهم يعززوا هذا التواجد أنهم يقوموا بأعمال موجودة داخل المسجد الأقصى لا تسمح لهم بأن يرفعوا أعلام الدولة الإسرائيلية في داخل هذا المكان. هم بيقولوا أن هذا الحكي ممنوع، أنهم يقوموا بصلوات تلحمية، يقوموا يعني الواحد بيرمي حاله على الأرض بيصلي و برفع الأصوات في الصلوات، وكل هذه الشغلات ممنوعة عندهم، ممنوعة عندهم القيام فيها، وذبح القرابين وغيرها من الأمور. حتى إنه إخواني يعني هناك من يقوم بإعلان زواجه من هذا المكان، وهناك من يقوم بإعلان إنه ابنه صار بكر من هذا المكان.
وآخر نهفة صارت إنه واحدة يهودية أعلنت إنه في الأيام القادمة ستقوم بتوديع عزوبيتها من فين؟ من هذا المكان، بدها تودع عزوبيتها من هذا المكان بعد أكم من يوم لما يدخل شهر 10. بالإضافة إلى إنه مجموعة كبيرة من المنظمات المحسوبة على هؤلاء يعني وضعت فيديوهات لقبة الصخرة وصواريخ تقوم بتفجيرها، ومكتوب إنه صواريخ حزب الله يعني تنطلق، فلتدعوا إنه صاروخ منها هدم قبة الصخرة. فهذه الفترة اللي احنا جايين عليها فترة عصيبة، يعني راح تشهدوا فيها اخواني منع، اول اشي اوامر منع لمجموعة كبيرة من الناس اللي موجودين في بيت المقدس او في افنائه او موجودين في الداخل، واللي عادة بيرابطوا في هذا المكان، صراحة يجيهم اوامر منع ربما شهر شهرين ثلاثة اشهر، ولكن حتى يضمنوا انهم يخرجوا من اعياده بدونش حدا يشوش عليهم. ستشهدوا منع دخول على الابواب، يعني فيش عنده اوامر منع دخول ثابتة على الباب، وبالأخص يومي الجمعة والسبت، وبالأخص في فترة الفجر. هذا بالنسبة لهم مالها يوم الجمعة الفجر عندهم ضوء أحمر، لما تكتر أعداد الناس في هذا اليوم يعني هم بيتوقعوا إنه سيحدث أمر يعني غير طبيعي، عشان هيك بيحاولوا نخفف الناس قد ما بيقدروا أيام الجمعة والسبت. وهذا يعني إنه كمان مش بيت بس المسجد الأقصى، كمان بيت المقدس كلها ستغلق في هذه الفترة بطريقة ما أو بأخرى على الأبواب الرئيسية، باب العمود، باب الخليل، باب جديد، باب إصباط، سيتم إغلاق الأبواب ووضع فرق من الشرط حتى أنها تمنع دخول المصلين والوصول إلى المسجد الأقصى. مش بس هيك إخواني، لربما يتم المنع من المصدر، يعني في الطرقات، يعني الباصات، الحافلات اللي بتيجي من الخارج ويعلم انها جاي حتى تعمل المسجد الاقصى سيتم ايقافها في الطرق وارجاعها من الطرقات. فهذه فتره عصيبه اخواني. احنا شو مطلوب منا؟ مطلوب منك انت كانسان مسلم انك انت ترابط في المسجد الاقصى باقصى طاقه ممكن. يعني اول شيء لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شو يعني؟ يعني انا ما بدي اقول لك سوي واعمل وقيم وحط، لا، بقول لك بتيجي على المسجد الاقصى، بتنوي انك تيجي على المسجد الاقصى. كنت تقول لي والله انا بدي اضيع تجارتي، بدي اخرب شغلي، بدي اضيع علي حالي شغلات، بقول لك يعني تفكر حالات شفناها قريب مش بعيد لناس موجوده كانت في غزه، كان في عندها سياره، كان في عندها عماره، كان في عندها بياره، كان في عندها محلات، كان في عندها بيوت، وكان في عندها وكان في عندها وكان في عندها وكان في عندها. الان يعني انت كان البني ادم نفسه موجود لا يحكم على شيء. هذه الدنيا تتغير ما بين لحظة ولحظة. انت مستكتر على حالك انك انت تعطي المسجد الاقصى بضعة ايام من عمرك، بضعة ايام من عمرك، خايف انه معاشك يقل او رزقك يقل. اخي ما يقل، شو المشكلة؟ يعني بلا من طبختين ثلاثة في هالشهر قيمهم من حساباتك، بلا من رحلتين ثلاثة في هالشهر قيمهم من حساباتك، بلا من هدفتين ثلاثة في هالشهر قيمهم من حساباتك. انقل حالك شوي، ولكن في هذه الفترة شو بدك تسوي؟ بدك تعرف انه الاقصى في خطر. دقيقتين بدي حتى الله يزق. فمعناه اخواني بنقول يعني الخلاصة، بتحاول انك تيجي، منعوك محل ما منعوك بتشوف هأمن مكان الك بتصلي فيه وستكون مرابط. مش مطلوب منك اكتر، ولكن النية هي الاساس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. الله يجزيكم خير. الله يسهلها على الكل ان شاء الله ويهونها. اشهد ان لا اله الا الله.
انتبهتش، لو ما هم نبهوني بقولوا لي سميتيها للقدام وانا بحب اللهم صل وسلم.